لكن لماذا لم تحقق شيء هذه الطبقة السياسية؟ شوف. هل هي فعلا أستاذ باقر نعم. عاجزة على أن تحقق فعلا، لا تستطيع أن تحقق، أم قدر لها أن تبقى في هذا السباق؟ أسباب عديدة، واحدة منها أنها عاجزة، يعني فد واحد أفرض ما يصلح معلم أو يحلم أن يكون معلما أو مدرسا في دائرة من دوائر الدولة، تجيبه تخليه رئيس وزراء، شو تريد يقدم لك؟ شو يقدر يقدم لك؟ ما يقدر. وليش جبته؟ مو أنا جبته ولا أنت جبته. من جابه؟ جابوه. هم خلينا بتجابوه، لا أسب الجابوه. لا جابوه حبيبي. أنا عندي معلومات خواني، ما أحكي لك من فراغ. أنا أعرفك، أنا ابن صديقي صار 20 سنة. أحسن. جابوه حتى حط عليه نفط وحرقه. إيه. ليش جابوه؟ وإذا جابوه. هم كانوا قد قرروا إنه جابوه. جابوه حتى يحقق. البقية ليش ساكتين؟ حتى يحقق مصالحهم. إذا ما مرت من حكومات هم مجموعة من العملاء جابوه. احكي ليها أنت. أنت تسميه عميل، تسميه هو. أنت سميه، أنا ما أفتهم، أنت سميه. أنا أسميه أقول هذا كان يحلم أن يحصل على موقع صغير وينطوه موقع رئاسة الوزراء أو ينطوه رئيس جمهورية أو رئيس مجلس النواب، فبالنتيجة طبيعي جدا يعني. مع الأسف يعني. جابوه. على قولة عادل إمام قالوا له لما جابوه قالوا له هذا العراق لا زراعة لا صناعة لا مي لا كهرباء لا استقرار لا دستور لا احترام لا انتخابات نزيهة، قالوا له والولد نفذ. اي هذا وبعد ابتلينا زين. طيب لما هو بهذا الشكل، هسه انت ما تقدر تسميه عميل، بس انا بقراءاتي بالمصطلح هذا عميل وثلاث ارباع. طيب القوى السياسية لماذا قبلت بعمالتي؟ هل لأنها جزءا من المشروع؟ هل لأنه كان كريما قد أغدق عليها؟ هل لأنه هو سمح بالفساد والجماعة صاروا كلهم عملاء وياه؟ لا شوف نجي، مو كلام ما يؤخذ بهذه الطريقة أو يناقش من من من, من هالخلفية. الذين صاروا بالسلطة، أنا أقصد السلطة يعني المناصب المهمة، هي الرئاسات الثلاث والرئاسات الثلاث وكذلك حتى الإقليم. الإقليم فيه رئاسات والمنطقة الغربية كذلك، يعني سواء على مستوى الأحزاب، حزب الدعوة الإسلامية مجلس أعلى أو الحزب الإسلامي، ذول الأحزاب هي اللي كمشت السلطة. يعني كما في تونس تعرف الحزب الإسلامي، سمي غنوشي سمي حزب إسلامي سمي حزب الناضي، بس بالنتيجة هو حزب إسلامي. زين الغنوشي شوف ايش سوى، الآن اعترف الغنوشي أن هناك فساد وكذا وإلى آخره، حتى اتهمت عائلته بالفساد. احنا عندنا ناس اتهمت عوائلهم بالفساد، أبنائهم اتهموا بالفساد، أصهارهم اتهموا بالفساد، هذا معروفة للجميع يعني. زين أنت عندك صهر أو عندك ابن أو عندك ابن عم، تروح تجيبه سادس ابتدائي ما مخلص وتجيبه وتسوي له مدرسة خاصة وامتحان خاص بالوقف الشيعي والوقف السني، طبعا الطرفين ما لا استثني أحدا يعني، والكل استفادوا إلا من رحم ربي. رحم ربي. زين وإجا وطلعوا فد مرة بروب، هذا تخرج من سادس ابتدائي صار عضو برلمان ومخلص سادس ثانوي لو مخلص كلية. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إيه مبروك عليهم، الله يهتكهم بالدنيا والآخرة.